السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. إحنا اليوم في منطقة باهتشهر في إسطنبول، هذه المنطقة المشهورة بالمشاريع الجديدة والمناسبة للعوائل الخليجية. طبعاً عندنا مشروع جميل اليوم راح نشرحه على المجسم. زي ما شايفين عندنا المشروع هذا الذي يبنى على مساحة 25,000 متر مربع، وعبارة عن 463 وحدة سكنية، منها غرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاثة وصالة وأربع وصالة. طبعا المشروع الآن قيد الإنشاء، تسليمها خلال سنة ونص تقريبا. فيها خدمات كثيرة، من ضمنها مواقف سيارات مغلقة لكل شقة موقف خاص فيها، وأيضا لدينا هنا زي ما شايفين مسبح مغلق وأيضا مسبح آخر مغلق، وعندنا ألعاب أطفال، جلسات خارجية زي ما شايفين، عندنا ساونا فتنس، جميع الخدمات موجودة في هذا المجمع الجميل. طبعا من الدور تقريبا السادس أو السابع وأعلى لها إطلالة على البحيرة. تعالوا معنا نشوف الشقة نموذج في هذا المشروع. وصلنا الآن إلى داخل الشقة. هذه الشقة نموذج، غرفتين وصالة، مساحتها 136 متر مربع. طبعا زي ما تشوفين على يد اليمين مباشرة هذه الخزنة أو الدولاب موجودة من ضمن الشقة، شكلها جميل ومتناسق، تستخدم للأحذية الله يكرمكم والعبايات. على يد اليسار مباشرة ندخل إلى الصالة. هذه الصالة مساحتها تقريبا 40 متر مربع زي ما تشايفين، تصميم جميل جدا، حتى حاطين هذه المنطقة ممكن يكون فيها باب تفصل عن المنطقة هذه للأكل، أو تكون مفتوحة بالطريقة هذه. وطبعا المكيف موجود في الشقة. الجدران طبعا راح تكون باللون الأبيض، هنا مستخدمين ورق الجدار لكن الجدران راح تكون باللون الأبيض. الباركي نفس الألوان، صراحة مساحة ممتازة جدا، فتصميم جميل. تعالوا معنا نشوف الغرف الموجودة وبقية التفاصيل للشقة. هنا مباشرة عندنا المطبخ. طبعا طريقة تركيب الدواليب في المطبخ مميزة جدا. هذه الدواليب زي ما انت شايفينها تركب بنفس الطريقة، الأفران راح تكون موجودة، الألوان متناسقة جدا مع لون السيراميك الموجود. هذه الدواليب زي ما انت شايفين بنظام مكابح ممتازة جدا، فرن كهربائي. ولها أيضا هذه المنطقة جماعة، هذا اللي يميز المشروع هذا، انه في المنطقة الصغيرة هذه حاطين لها باب بحيث انه كبلكونة صغيرة لكن من داخل الشقة. مساحة جميلة جدا، ومعلومة مهمة جدا زي ما انت شايفين دولاب في الطرف هذا للطبخ، وعندنا ايضا المغسلة في الطرف الاخر بحيث انه مستغلين المساحة بالكامل. تعالوا الان نشوف تفاصيل الباقية للشقة. هنا على يدنا اليسار نشوف غرفة الاطفال. زي ما انت شايفين الغرفة هذه في ميزة مهمة في المشروع، انه ارتفاع السقف 3 متر. هذه الميزة ما تشوفوها في أغلب المشاريع، أغلب المشاريع تكون ارتفاع السقف مترين ونص تقريبا. طبعا هذه أيضا ميزة أخرى في المشروع، أنه الغرفة هذه مقسمة إلى قسمين، ممكن تستخدم هذه مثلا كمكتبة أو للدولاب تغيير ملابس زي ما هم مستغلينها بالوضع هذا. موجودة في كل الشقق، هذه التقسيمة موجودة في كل الشقق. تعالوا معنا نشوف باقي التفاصيل. عندنا هنا البانيو الرئيسي للشقة زي ما انتم شايفين، ورق الجدار موجود، الدواليب مرتبة جدا، والبانيو والسيراميك درجة أولى. ننتقل إلى الجزء الآخر. عندنا هنا مستودع لغسالة الملابس، وأيضا عندنا غرفة النوم الرئيسية زي ما انتم شايفين هنا مساحتها كويسة، تقريبا 4 × 4.5 تقريبا. وعندنا أيضا هذا القسم اللي يفصل الموقع الداخلي، ممكن تستغل كغرف لتبديل الملابس، مساحتها جدا كويسة. وأيضا عندنا البانيو لغرفة النوم زي ما انت شايفين، هذا البانيو لغرفة النوم الرئيسية. طبعا البانيو في ورق جدار، لكن الغرف الأخرى زي ما قلنا كلها تكون بوية بيضة. هذه الشقة غرفتين وصالة، مساحتها 136 متر مربع، شقة نموذج طبعا، في مشروع مميز جدا. تعال معانا نشوف نموذج آخر، 3 غرف وصالة في المشروع.
هذه الآن يا جماعة شقة ثلاث غرف وصالة 175 متر مربع. هذه الشقة نموذج طبعا زي الشقة الغرفتين وصالة. هذه أول ما تدخل على يدكم اليمين عندكم الدولاب، هذا زي ما انت شايفين دولاب للأحذية الله يكرمكم، والعبايات والطرح. مثلا عندنا على يدنا اليسار مباشرة ندخل للمطبخ. طبعا المطابخ تختلف المساحات فيها حسب الأدوار وحسب الشقق، لأنه في مساحات مختلفة في المشروع. زي ما انت شايفين دولابين على الطرفين، الفرن راكب ماركة أرتشليك، فرن كهربائي، وأيضا عندنا هنا المغسلة. طبعا في القسم هذا المميز في المشروع أنه القسم هذا زي ما انت شايفين يمكن يكون فاصل بحيث تفتحه يكون في غرفة طعام صغير أو مكان للفطور. مساحة جيدة جدا، مترين ونص تقريبا في 3 أمتار، ممكن تستغل بالطريقة هذه. نشوف باقي التفاصيل للشقة، تفضلوا معانا. عندنا مباشرة على وجهنا هنا الصالة، ما شاء الله تبارك الله الصالة مساحتها واسعة جدا، مساحة كبيرة جدا. طبعا الصالة زي ما قلنا في كل المشروع هذا يجي معاها مكيف، والتقسيم هذا موجود أيضا، ممكن تقفلوه أو ممكن يكون مفتوح على إطلالتكم في المشروع. الباركيه طبعا متناسق جدا مع ألوان الجدار. نشوف مع بعض التفاصيل الأخرى، تفضل معانا. عندنا مستخدمين سيراميك زي ما انت شايفين 60 في 60 بلون متناسق جدا. على يدنا اليسار هنا عندنا البانيو الرئيسي للشقة. طبعا البانيو دائما يكون فيه ورق جدار زي ما قلنا. وعندنا على يدنا اليمين هنا غرفة لها بلكونة، هذه الثلاث غرف صالة، الغرف فيها غرفة النوم الثانية لها بلكونة بمساحة كويسة زي ما انت شايفين تقريبا 3 في 2، مساحتها جميلة. نشوف مع بعض الغرفة الثانية، أيضا الغرفة هذه غرفة أطفال مثلا، وفيها التقسيم اللي شفناه هذا ممكن يستخدم كمكتبة أو يستخدم لغرفة تبديل ملابس. تعالوا نشوف عندنا في الهول هنا الدولاب، الخزنة، ومكان للغسالة. غرفة النوم الرئيسية مساحتها كبيرة جدا تقريبا 5 في 4 تقريبا، ومقسمة أيضا بالطريقة هذه زي ما انت شايفين. ممكن يكون في غرفة تبديل ملابس ويكون فيها ترتيب مميز وترتيب بالشكل اللي انت شايفينه. وأيضا عندنا البانيو الرئيسي لغرفة النوم سيراميك درجة أولى، وكل الماركات المستخدمة فيها بشهادات معتمدة من معهد المقاييس التركي. هذه شقة 3 غرف وصالة 175 متر مربع في مشروع مميز جدا. خلوكم معنا وشوفوا التفاصيل الباقية. في نهاية هذا الفيديو آمل أن الفيديو هذا أعجبكم. المشروع طبعا ممتاز جدا ومناسب زي ما قلنا للجنسية التركية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيه ونشر هذا الفيديو لأحبائكم. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.